اه بيظهر البرزنتيشن اورز شهر تقريبا. سامعني كده؟ سامعني؟ اه كده تمام. اه اوكي بس شويه الباوربوينت ظاهره صح؟ اه تمام. الباوربوينت ظهرت بس صوت حضرتك بعيد قوي. طيب كده تمام. اوكي بس كويس ماشي. احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت هو يعني هنعمل سيرفي كده. كنا خدنا اول حاجه الجزء اللي هو السيمبل ايميتر فولور فولتاميتر, خدنا ده وقلنا ايه مشكلته. قلنا ان الاوت دوت بيساوي الانبوت ناقص 7 من 10, وقلنا المفروض ده الفولتاميتر الاوت اللي هيقيس دوت لازم يكون قد الانبوت. وقلنا في حاجه اسمها الانبوت امبيدنس, ويبقى الانبوت امبيدنس وزاوت ترانزستور وزاوت ترانزستور وهكذا, وحلينا اكزامبل عليه. الجزء اللي بعد كده اتكلمنا على البراكتيكال ايميتر فولور فولتاميتر, وقلنا دوت هيحل مشكله السيمبل ايميتر فولور فولتاميتر يعني. قلنا الفي اوت بتاعه اللي هو الفولت دوت الفولت ده, وقلنا احنا اثبتنا ان الفي اوت يساوي الاي, وقلنا المقاومه دي بتعمل كالبريشن للفولتاميتر بتاعي. ثم بعد كده قلنا حبينا نعمل مالتي رينج فولتاميتر, فقلنا عشان نعمل مالتي رينج فولتاميتر كده لازم نزود نخلي فيه عازل ما بين السيركت دي كلها وما بين السيركت دي كلها بتاعتنا دي كلها وما بين الاتنيوتور سيركت دي, لان دي عباره عن مقاومه. المقاومه دي ممكن تاثر على الدايره دي, والدايره دي ممكن تاثر على عمليه الاتنيوشن هنا. فالاتنيوشن فاكتور بدل ما يكون بخمس او واحدة على 10 او واحدة على 25 هيتغير قيمته, لكن انت مش هتكون حاطط الكلام ده في حسبانك. فقلنا خلاص نعمل ايزوليشن ما بين التو سيركت دول. فحطينا الجي فيت ترانزستور اللي انتوا شايفينه دوت, او الفيت ترانزستور ده. فالفيت ترانزستور دوت الهدف بتاعه ان هو عمل ايزوليشن ما بين الفولتميتر سيركت وبين الاتنويتور سيركت يعني. ثم بعد كده اتكلمنا على الديفرنس فولتميتر. ثم بعد كده اتكلمنا على الديفرنس فولتميتر اللي هو ده. قلنا الهدف بتاع الديفرنس فولتميتر دوت ان هو بيقيس لي اللو فولتج فاليو. ليه بيقيس اللو فولتج فاليو؟ لان الترانزستور ده والترانزستور ده متوصلين كومن اميتر كونفيجريشن. ده الانبوت عند البيز واخد الاوت عند الكوليكتور, الانبوت عند البيز واخد الاوت على الكوليكتور, يبقى الكومن هو الاميتر. فبالتالي الكومن اميتر ده لو نفتكر كان بيعمل لي هاي فولتج جين وهاي كارنت جين. الكلام ده مشروح بالتفصيل ممل جدا جدا في الفيديو اللي انا شرحته الاسبوع اللي فات اللي هبعت لكم اللينك بتاعه يعني. طيب ثم بعد كده قلنا الفولتميتر باستخدام الاوب ام. شرحنا الاوب ام بالاول وقلنا الكاركترستيك بتاعت الاوب ام, ان الفولت ده بيساوي الفولت ده والتيار ده بيساوي التيار ده بيساوي صفر, وهاي انبوت هاي جين الاوب جين بتاعه بيساوي انفينيتي, الامبيدنس بيساوي انفينيتي, والاوت امبيدنس بتاعته بتساوي زيرو. دي كل الكاركترستيك بتاعت الاوب ام. فجينا شرحنا قلنا ايه, وصلنا الفولتميتر ده ادي الميجرمنت المنت بتاعتي او الميتر سيركت بتاعتي اهي اللي بقيس من خلالها, وحطيت الاوب ام في النص, والانبوت بتاعي انا عاوز اقيسه هنا. فالراجل دوت عمل ايه, عمل استفدت بيه الكاركترستيك اللي احنا سائلينها من شويه, والابلكيشن بتاع دوت اللي هو الفولت فولور اللي هو الفولت اللي هنا بيساوي الفولت اللي هنا, فبالتالي الفولت بيساوي على طول الانبوت, فبالتالي عندنا يبقى الفي اوت بيساوي الاي على طول. لو حبيت اعمل مالتي رينج فولتميتر فاروح جاي حاطط اتنيوتور سيركت دي, فبالتالي لو حضرتك عاوز تقيس فولتج كبير وانت الراجل دوت بيقيس بس لحد مثلا سي 1 فولت, فتقدر اتنيوت الفولت دوت في الرينج بتاع ال 1 فولت اللي هو من 0 ل 1, وساعتها اقدر اقيس الفولتج دوت واضرب في النهايه في السكيل بتاعي او مقلوب الاتنيوشن فاكتور. طب قلنا لو احنا عاوزين نقيس فولت الصغير زي ما عملنا في الفولتميتر باستخدام الترانزستور, قلنا هنجيب النون انفرتنج فولتميتر دوت, والنون انفرتنج فولتميتر ده هيعمل لي جين, والجين بتاعه احنا اثبتناه ان الفي اوت دوت بيساوي الفي انبوت في ار 4 على ار 3 بلس 1. فالجين بتاعنا هو ار 4 على ار 3 بلس 1 دوت. نعم يا فندم. صور حضرتك بكون عالي شويه دلوقتي يعني دي اوقات بكون عالي. طيب هو دلوقتي كويس؟ كويس كده. طيب. اوكي.
طيب نيجي بقى واتكلمنا بعد كده على الاي سي فولتميتر. الاي سي فولتميتر المشكلة الفولتميتر في الاي سي، الاي سي سيجنال عندنا لو عارفين طبعا انتوا شكلها اي اي سي سيجنال، ده الاي سي سيجنال بتاعنا اللي هي ساينسويدال سيجنال دي. فعشان البوينتر دوت يقيس الاي سي سيجنال دي، فالبوينتر عشان يقيسها هيفضل يتحرك ادي البوينتر اهو، المفروض هو واقف عند الزيرو اللي هو وان دايركشن، فيتحرك شويه كده ويرجع تاني شويه ويرجع تاني وهكذا. فانا عشان نقدر نميجر الاي سي سيجنال دي لازم يعني اخلي السيجنال بتاعتي موجوده في اتجاه واحد، لازم احولها لكده يعني. فالتحويل بتاعنا يا اما يكون السيجنال اخد نص السيجنال ده فاسمي دوت هاف ويف ريكتفاير، او اخد السيجنال كلها فاسميه فول ويف ريكتفاير. انت طبعا خدت موضوع ريكتفاير دوت في المايكرو وانا هشرحه بالتفصيل يعني، وشرحته في الفيديو اللي قبل كده بالتفصيل الممل كمان. الريكتفاير دوت كده وحد اتجاه السيجنال بتاعنا، فبالتالي في اللحظه دي اقدر اقيس السيجنال بتاعتي بتساوي كام. طب اوحدها عن طريق ايه؟ قال لك اللي يعمل لي توحيد لاتجاه التيار حاجه بنسميها الدايود، فقالك خلاص يبقى هستخدم الدايود بتاعنا في الجزء دوت. فجينا رحنا جايين خدنا الفولتج فولور اللي احنا كنا عارفينه من شويه او خدناه من شويه اللي هو ده بالاتنويتور سيركت، رحنا جايين حاطين قبل ما يخش السيجنال بتاعت تخش على الميتر سيركت دي، رحت جاي حاططها على الدايود. فالدايود عمل ايه؟ المفروض كانت السيجنال دي كانت اتجاهها كده، كان اي سي سيجنال كده، طلعت في اللحظه دي اي سي سيجنال هنا كده، دي حصلها اتنويشن مفيش مشكله تبقى للريشيو بتاعت المقاومات دي. طب بعد ما دخلت على الدايد السيجنال بقت اتجاهها كده بس، فبالتالي البوينتر بتاعي دوت اللي هو بتاع البيرمنت ميك موفينج كويل يقدر يقيس الفولتج دوت. طب الفولتج ده البوينتر بيتحرك على اي اساس؟ على الافريج فولت. يا استاذ عمر طب ممكن تشتغل ماشي، عندي سؤال في الحته دي بس. اتفضل يا فندم. هو مش المفروض دلوقتي ال روب امب يعني جوه ترانزستورز المفروض الترانزستور يشتغل على دي سي بس؟ لا مين اللي قال كده؟ الترانزستور بس كده هو امبليفاير، الترانزستور يا باشمهندس او الاوب امب او بيشتغل على الدي سي والاي سي. يعني انت بتعمل امبليفيكيشن اساسا، الامبليفيكيشن ده انت بتكبر دي سي سيجنال، انت بتكبر اي سي سيجنال في الاساس تمام. بس انت لحد دلوقتي انت واخد في اعتبارك السيجنالز اللي موجوده دي سي، لان ما دخلناش على حاجه اسمها الاي سي اناليسز. انا عشان اشتغل دايود، عشان اشتغل في الاناليسز اسف بتاع الترانزستور او الاوب امب او بشتغل في مرحلتين، مرحله بنسميها الدي سي اناليسز اللي احنا بنعملها في مايكرو 1، ومرحله بنسميها الاي سي اناليسز اللي انت هتعملها في مايكرو 2. فانت باي ديفولت اساسا انت بتقول امبليفيكيشن فاكتور، طب انت بتكبر ايه؟ بكبر الاي سي سيجنال تمام. تمام شكرا. عفوا فندم. طيب البوينتر ده المفروض بيتحرك على اساس الافريج سيجنال، فبالتالي لو احنا بنحرك البوينتر دوت لو داخل له اي سي وبتحرك على اساس الساين ويف دي، فالافريج بتاعك هيساوي زيرو، فالرايل دوت مش هيقيس حاجه تمام. فعشان نقيس احنا لما عشان نعمل نقيس القيمه بتاعتنا رحنا جايين موحدين اتجاه السيجنال خدناه في البوزيتيف بس يعني. طيب انت بقى عاوز تقيس ايه؟ انا عاوز اقيس بارامتر بنسميه بارامتر مهم جدا بنسميه الار ام اس فاليو او الافكتيف فاليو اللي هو الروت مين سكوير فاليو. الروت مين سكوير فاليو دوت هو المفروض الافرج بيساوي ايه الاول عشان نعرف الفرق ما بينهم بقى. الافرج بيساوي ايه؟ حد يقول لي كده؟ المجموع على العدد. المجموع على العدد بس ده للديسكريت كومبوننت يا باشمهندس، يعني ده ديسكريت كومبوننت. اما احنا بنتكلم دلوقتي على كونتينوس سيجنال، الكونتينوس سيجنال المجموع في الكونتينوس دوت اللي هو الانتجريشن لو تفتكر، يعني الانتجريشن بتاع السيجنال يبقى في انبوت اوف تي دي تي. يبقى لو انا كملت السيجنال يبقى انا كده كاني جمعتها يعني على عدد اللي هو البريديك تايم بتاع السيجنال. انت هنا البريديك تايم هنا اسمه تي، يبقى الفي افريج هو انتجريشن بتاع السيجنال مضروب فيه 1 اوفر تي.
طيب لو احنا جينا الار ام اس، الار ام اس فاليو اللي هو روت مين سكوير فاليو، الروت مين سكوير فاليو من المفترض روت اللي هو جذر مين اللي هو 1 اوفر تي انتجريشن للفي انبوت اوف تي دي تي، ده كده الروت مين سكوير اللي انا بربع السيجنال. يبقى ده الفرق ما بين الـ RMS value والـ average value. انت بقى عاوز تقيس ايه؟ عاوز تقيس RMS. طب انت بتقيس ايه؟ بقيس الـ average. البوينتر ده بيتحرك بالـ average. فلو انا جبت علاقة ما بين الـ average وبين الـ RMS، شفت الـ RMS نسبة الـ average بيساوي ايه؟ الـ VRMS بالنسبة للـ VAverage بيساوي ايه؟ لو C بيساوي constant value، لو هو بيساوي constant value، احنا جينا عملناها على sinusoidal signal مثلا، طلع الريشو ما بينهم بيساوي مثلا 1.3 مثلا. فبالتالي انت بتقيس الافريج، فالار ام اس هيساوي كام؟ قالك الار ام اس هيساوي الكونستانت دوت مضروب في الافريج اللي انت قيسته. يبقى بالتالي البوينتر دوت هيقيس لك الافريج، بس انت محتاجه ار ام اس، فهضرب في مين؟ هضرب في كونستانت. هل الكلام ده احنا بنعمله للاي سي سيجنال؟ لا احنا مش بنعمله. هو الراجل على السكيل هنا بدل ما يكتب واحد اللي هي بيقيسها كافريج، لا هيكتب كده واحد مضروب في الكونستانت دوت، يبقى الرقم مكتوب هنا ار ام اس على طول. يبقى البوينتر بيتحرك على اساس الافريج، لكن انت بتقرا على طول ار ام اس فاليو. ده كده قصه الاي سي سيجنال ومشروحة بالتفصيل برضو في الفيديو. طيب الدايت ده عشان يشتغل زي ما الدكتور قال لكم وزي ما انا شرحت لكم في الفيديو بتاع المايكرو، ان عشان يشتغل الدايت ده في البراكتيكال مود بياخد فولتج 0.7 او 0.3 تبقى لي هو مصنوع من مادة ايه. لو سيليكون يبقى 0.7، لو جيرمانيوم يبقى 0.3 على حسب الفي فورورد بتاعه دي. طب هو لو سيليكون يبقى الاوت اللي هنا موجود هو عبارة عن الفي بتاعتك اللي انت مدخلها ناقص 7/10، فالسبعة من عشرة بدي بالنسبة لنا ايرور عاوزين نصلحه. فنعمل ايه؟ قال خلاص بدل ما تاخد الفيدباك من الحتة دي خد الفيدباك من هنا. يبقى منها الدايت ده هيعمل لك الريكتيفيكيشن، ومنها انت عدلت الفولت اللي هنا بالفولت الانبوت بتاعك، يبقى انت هتاخد الجزء ده في الاساس بس عدلت الفولت اللي انت خدته اللي هو ده اللي هو الاي، خليته هو هنا بالظبط يطلع لك اي. فاستخدمت الدايود في عمليه الريكتيفيكيشن وخليت الاوتبوت فولتج يطلع اي زي ما هو. طب الدايود دوت خد 7/10 بتوعه منين؟ خدهم من الاوب امب، من السبلاي بتاع الاوب امب دوت، تمام، ما خدهمش من الانبوت سيجنال بتاعتك. طيب ده كده اللي هو البريسايز ريكتيفاير فولتج فولور. النوع اللي بعد كده لو انت عاوز بقى تعمل جين، انت خلاص بقينا متمرسين، لو انا عاوز اقيس السيجنال الصغيره دي، الراجل كان بيسال على الاي سي، انت مدخل اي سي سيجنال دخلته تكبر، يبقى الاوب ام ده بيشتغل في الاي سي ولا مبيشتغلش؟ بيشتغل في الاي سي. يبقى انا عملت ريكتيفيكيشن والاوتبوت بتاعك هو عباره عن الانبوت مضروب في جين. يبقى باختصار كده ده كده اخر نوع من انواع الفولتميتر عندنا. باختصار عشان تكونوا انتوا لمين القصه، الفولتميتر دوت نعم فندم. ايوه فندم. هو حضرتك الدايت بعد ما احنا حطيناه قبل الفيدباك، تمام؟ ايوه. هو مش الاي كده خرجت على طول زي ما هي ما تعملش ريكتيفيكيشن؟ لا اتعملها ريكتيفيكيشن. ولا لا ما ازاي وهي طالعه بعد دي يا باشا؟ ما هو النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي بوينتر، النقطه اللي احنا بنتكلم فيها الفولت اللي هنا يساوي في القيمه الفولت اللي هنا، تمام؟ قيمة خلي بالك، لكن مش الفولت اللي هنا بالشكل بتاعه كاي سي سيجنال هو اللي هنا، لا يعني المفروض حضرتك الفولت بقى ده 5 يبقى هنا 5، تمام؟ تمام. فيها مشكلة؟ طيب لا كده تمام. نيجي نبص كده، الاوتبوت دوت المفروض بتاع الاوب امب هيكون ايه؟ هيكون سيجنال حصل لها امبليفيكيشن او في الابلكيشن ده طلعت زي ما هي. لما دخلت على الدايت في الحته دي دخلت على الضغط حصل ريكتيفيكيشن اهو. طب قيمته بتساوي كام؟ قيمه الفولت اللي هنا ده زيرو. طب الحته دي قيمتها بكام؟ ترجع للاصل بتاعها
النقطة دي الأصلها كان كام؟ 5. يبقى ترجع لأصلها اللي هي 5 فولت. يعني دي بترجع القيمة بس. آه بس كقيمة، لكن الويف فورم على حسب بقى السيركتس اللي موجودة في النص هنا إيه. تمام؟ لأن دي ما أصبحتش فولتش فولور بس، ده فولتش فولور ويز دايود. تمام؟ فالدايود ده هتعمل الأبليكيشن بتاعي موجود عندي فيه. تمام كده؟ تمام كده. طيب نيجي بقى هنا اختصار كده، يبقى احنا عندنا الفولتميتر ده عشان تكونوا فاهمين يا جماعه نوعين، اول نوع باستخدام الترانزستور، تاني نوع باستخدام الاوب ام. باستخدام الترانزستور انا حبيت اقيس السيجنال فقستها طلع عندي فيها ايرور، الايرور دوت بسبب من 10 عليكته بالبراكتيكال، ثم حبيت اقيس فولتج كبير فعملت مالتي رينج فولتميتر باستخدام الفيت، ثم حبيت اقيس فولت الصغير فعملت الديفرنس فولتميتر. ده كده الحكايه بتاعت الترانزستور. نفس القصه في الاوب ام، حبيت اقيس الفولت فجبت الفولت اللي هو جيم 1، قست الفولت بتاعي، حبيت اقيس فولتج كبير فرحت جايب اتنيتور سيركت مع الفولتج فولور سيركت، حبيت اقيس فولت الصغير رحت جاي عامل نون انفرتنج فولتميتر اللي هو عملت الفيدباك اللي هو الجين بتاعي. ده كده القصة بتاعت الفولتميتر باستخدام الاوب ام. الاي سي فولتميتر نفس القصة، جبت الاوب ام فولتش فولور بس حطيت معاه دايد، الدايد ده عمل ريكتفاير هاف ويف ريكتفاير، قست الاوبوت بتاعي، ثم بعد كده حبيت اعمل مالت رينج فحطيت اتنيتور سيركت في البداية، ثم بعد كده حبيت اقيس الفولتج الصغير رحت جاي عامل جين. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دي كده القصه كلها بتاعه الفولتميتر بقى. حد عنده مشكله فيها؟ مش هي الدائره بتاعه الجين هي ار 2 وار 3 دي مش فاهمه قوي او مش حاسسها. بص يا سيدي تعال نرجع تاني الدائره دي لوحدها اهي. بص يا باشمهندس، مش انت خدت مايكرو ولا ما خدتش مايكرو؟ خدت مايكرو. انا مش فاهم برضه في مايكرو قوي. انت بتاخد الايام دي مايكرو ولا خدتها من زمان يعني؟ لا مايكرو معانا في المايكرو. طب بص يا سيدي، مش انت في المايكرو انت هنا مدخل انبوت فين؟ عند انهي طرف؟ من هنا. البوستر صح، النون انفرتنج. نون انفرتنج. خدت الفيدباك فين؟ على الطرف ده اللي هو الانفرتنج صح كده. والصوت بيقطع يا باشمهندس. انت سامعني كويس يا شباب؟ اوكي سامعني. ايوه يا دكتور. هو في تقطيع خفيف بس من كل فتره يعني. طيب الطرف اللي هنا ده الانبوت عند النون انفرتنج، والطرف ده اللي هو الانفرتنج، فسمينا الابلكيشن ده نون انفرتنج اوب امب. تعال نشوف العلاقه بتاعه الانبوت بالاوتبوت هنا. مش انت لسه بتقول ان الفولت اللي هنا بيساوي الفولت اللي هنا؟ طب الفولت اللي هنا قيمته بكام؟ اي صح. يبقى الفولت اللي هنا قيمته بكام؟ بإي. يبقى الفولت اللي عند النقطة دي قيمته بإي، يعني الفولت من هنا لهنا اللي هو على المقاومة دي بيساوي إي. فيها مشكلة؟ تمام. طب الفولت الكبير ده اللي هو من هنا للجراوند ده اللي انت عاوز تقيسه اللي انت بتسميه في اوت، يبقى الفولت الكبير ده اسمه في اوت. بقى عندك دايرة هي باشمهندس، دايرة كده R4 ودايرة R3، دي كده R3 اهي ودي R4. الفولت الكبير ده انت بتسميه Vout اللي هو الفولت على المقاومات كلها اللي هو Vout، والفولت على المقاومة دي بس انت بتسميه E. عايزين نجيب علاقة ما بين الـ E والـ Vout، هنشتغل Voltage Divider. الفولتج ديفايدر ده ما كناش نقدر نشتغله ولا ما يكون الاي بي دي بتساوي كام؟ زيرو. تمام؟ او قيمه صغيره جدا جدا، ودي احنا عارفينها. مش احنا بنقول ان التيار اللي هنا بيساوي التيار اللي هنا بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. صح ولا مش صح؟ تمام. فبالتالي اقدر اطبق الفولتج ديفايدر هنا. الفولتج ديفايدر بيقول ايه؟ لو ان انا عاوز اجيب فولت على المقاومه اللي هي الاي دي بيساوي الفولت الكلي اللي هو الفي اوت اللي هو الفي نوت،
في المقاومه اللي انت عاوز تجيب عليها الفولت اللي هي ار 3 على مجموع المقاومتين اللي هو ار 3 زائد ار 4. طب عاوز اجيب الفي اوت يبقى الفي اوت بيساوي هي معلش الميثود دي كانت اسمها الفولتج ديفايدر صح؟ اه يا فندم اه تمام اصل بتلخبط ساعات ما بين اسماء الميثود يعني اه فولتج ديفايدر يا فندم. يبقى الفي اوت بيساوي الاي انا بقول لك الفولتج ديفايدر يا فندم بس عشان احنا بنسجل لكن طبعا لو في سيكشن ولا حاجه ومفيش تسجيل كنت اقول لك حاجه تانية. طيب ده بيساوي يبقى الاي في ار 3 زائد ار 4 على الار 3. يبقى هنا كده دلوقتي نقدر نقول ايه لو احنا جينا قسمنا كده يبقى ار 3 على ار 3 اللي هي ب 1 صح وار 4 على ار 3 وار 4 على ار 3 يبقى ده بيساوي الاي. هو حضرتك بتكتب بعيد اول شويه فمش باين. نعم يا فندم حضرتك بتكتب شمال قوي ومش شايفين اللي على الشمال ده. طيب ازاي المفروض السكرين كلها يعني واضحه يعني. اه اسف انا كنت عامل زي ده. طيب ماشي يبقى دي ار 4 يبقى النتيجه هنا ار 4 على ار 3 زائد 1 يبقى الناتج بتاعنا الفي اوت بيساوي الاي في ار 4 على ار 3 زائد اي زائد الحته بقى دي كده جيم الجزء ده بنسميه جيم. ثانيه واحده بس يا شباب طيب يبقى كده الجزء ده بالنسبه لنا اللي هو ار 4 على ار 3 بيساوي ده بالنسبه لنا اللي هو مين اللي هو الجين ده الجين. بس دي الفكره اللي اقتنعت يا باشمهندس اللي كان بيسال. اه تمام تمام انت بقى على حسب انت نعم فندم بس ماشي حضرتك خلاص خلاص على حسب بتحط ار 4 وار 3 بكام يديك قيمه الجين اللي انت عاوزها يعني. اتفضل يا باشمهندس اللي كان بيسال. لو سمعت مش بس واحنا اللي بناخد الجهد عند ار 3 احنا ما خدناش الجهد على ار 3 ده الفولت اللي هنا هو اللي هنا يعني النقطه دي كفولت هو النقطه الفولت اللي هنا فبالتالي الفولت على المقاومه الصغيره دي اللي هي المقاومه ار 3 بس هو الاي انا ما خدتش الفولت اللي انا باخده من هنا من النقطه دي لدي من النقطة دي لدي هاني من هنا لهنا تمام احنا بناخد الفولت الكلي دوت لكن الاي دوت اللي هو الانبوت بالنسبة لك ما انا عايز اللي هي افترضنا ان هي الانبوت مش افترضنا يا ابني ما مش انت بتقول ان الاوب امب الفولت اللي هنا بيساوي الفولت اللي هنا الفولت اللي هنا اللي هو مين اساسا اهو اللي هو الانبوت يعني الفولت عند النقطة دي اللي هو الانبوت اللي هو اسمه اي تمام فبالتالي الفولت عند النقطه دي اللي هو اي بس الموضوع كده تمام معاك ولا في لبس ماشي تمام ده مايكرو ده حاجه يعني المفروض دي قطعناها بحسن يعني. طيب نرجع تاني بقى للموضوع بتاع النهارده اللي هو الاوميتر بقى الاوميتر دوت احنا بنقيس ايه يا شباب دلوقتي في الاوميتر احنا بنقيس ايه مقاومة. مقاومة. مقاومة صح؟ احنا مقاومة مقاومة طيب تمام جدا طيب انا عشان اعيش المقاومة دي بقى قال لك في طريقتين طريقة بنسميها السيريز اوميتر وطريقة بنسميها الشانت اوميتر من المسمى كده سيريز اوميتر معناها انا عندي هنا بيكون في سبلاي السبلاي دوت قيمته 1.5 فولت معناها ان في عندي هنا وات ستاندر ريزيستنس بقيس على اساسها يعني ادي الستاندرد ريزيستنس يبقى الدايره دي كحاجه بسيطه جدا لو احنا رسمناها بصوره مبسطه يبقى في عندك باتري وفي مقاومه المقاومه دي بتسميها الستاندرد ريزيستنس اللي هي القيمه اللي انت عارفها وجيت حطيت يا باشمهندس هنا اروح جاي حط هنا النون ريزيستنس بتاعتي
انا بس هعمل بوز ثانيه واحده بس عشان اعالج مشكله عمر دي، لان عامل ازعاج، وهرجع لكم تاني يا شباب معلش. يا شباب فانا عندي هنا احنا عندنا هنا بقى، نرجع تاني كده، عندنا هنا الباتا اللي دي اللي هي الاي بي. سامعني كده؟ تمام. ودي اللي احنا بنسميها الستاندر ريزيستنس اللي هي الار اس. الستاندر ريزيستنس قيم احنا متاكدين من قيمها واحنا حاطينها بقيمه معروفه يعني. وادي الطرفين اللي هنا، الطرف ده والطرف ده. حضرتك بتعمل ايه بقى؟ جينا عاوزين نقيس الفولت عند الحته دي، تمام؟ فالفولت اللي عند الجزء دوت بيساوي مين؟ هجيب ايه عشان اقيس الفولت دوت؟ هجيب فولتميتر عادي، صح؟ فولتميتر من اللي احنا درسناه من شويه، اللي احنا بنسميه الكترونيك فولتميتر. فجبت الالكترونيك فولتميتر دوت وقست الفولت اللي هنا، لقيت الفولت اللي هنا بيساوي كام؟ حد يقدر يقول لي الفولت هنا بيساوي كام؟ يساوي الاي بي 1.5. هيساوي قيمه الاي بي دوت، صح؟ اللي هو 1.5. ليه بقى؟ طب هل ما حصلش دروب على الريزيستنس دي؟ هل في دروب حصل نتيجه الريزيستنس دي؟ قال لك لا، ما فيش دروب حصل نتيجه الريزيستنس دي. ليه؟ لان الانبوت امبيدنس بتاعه الالكترونيك فولتميتر دي كبيره جدا جدا زي ما احنا قلنا من شويه، صح؟ فلما يكون كبيره يبقى كان التيار اللي هيمشي هنا تندس تو زيرو، فبالتالي ما فيش فولت عند المقاومه دي، فبالتالي الفولت اللي هنا هيكون قيمه السبلاي اللي هنا على طول اللي هو الاي بي. يبقى انت عندك اول حاجه ادي السكيل بتاعنا اهو، ادي البوينتر ده هنا عند الزيرو، تمام؟ وده اقصى حاجه. طيب لما البوينتر يكون واقف هنا كده، اقصى انبوت عندك قيسته اللي هو الاي بي دوت، يبقى اقصى انبوت هيقيسه الفولتميتر ده اللي هو الاي بي دوت. طيب احنا لو احنا بنحط المقاومه بين الطرف دوت اللي هو هنسمي الطرف دوت اي، والطرف ده هنسميه بي، لو انا بحط مقاومه في الحته دي والحته دي مفتوحه كده، المقاومه دي بتساوي كام في اللحظه دي؟ يا باشمهندس، ده دايره، دي دايره مفتوحه، صح؟ يبقى المقاومه هنا از انفينيتي، المقاومه هنا از، يبقى اقصى رينج عندي هنا في الاوت دوت ده بيساوي انفينيتي. دي اكبر قيمه عندي اللي هي بتظهر لنا وانت شغال، وانت حاطط تو بروب كده على الاوميتر اللي هي بواحد، اللي هي دي اكبر قيمه عندي اللي بانفينيتي. فيها مشكله؟ طيب نيجي بقى سيادتك هنا، هي الانفينيتي دي هل انت قست انفينيتي ولا قست فولت؟ انا قست فولت، خلي بس الفولت دوت لما كان عند اقصى حاجه ده بالنسبه لي كمقاومه بانفينيتي، لكن انها اوبن سيركت هنا، تمام؟ لذلك الفولتميتر في اللحظه لما تيجي تجيب الافو كده وتجيبه عند الاوم الانيشال كيس بتاعتك، البوينتر بتاعك ده موجود عند الفول سكيل ديفليكشن. الناس اللي خدوا ميجرمنت 1، حد خد ميجرمنت 1؟ حاجه زي كده يعني، كان بحث ولا اخدها عادي؟ لا خدته، شفته في المعمل، شفته معمل. لا ما شفناش معمل. طب بص يا ست، لو انت جيتي فتحتي الانالوج فولتمي الانالوج اوميتر، تمام، وجبتيه على السكيل، هو ده بيكون افو اللي هو بيقيس امبير وفولت واوم. لو انا جبت عند الامبير هتلاقي ان البوينتر ده كده موجود عند الصفر، موجود هنا. ولما اجيب اقيس فولت هلاقي البوينتر ده موجود عند الصفر. لما اجي اقلب الاوم هلاقي البوينتر ده اتحرك راح للفول سكيل ديفليكشن.
لان الانيشال كيس بتاعه الاوميتر هنا هو انفينيتي اللي هو اقصى قيمه عندي، وانت هنا بتقيس فولت، فانت اقصى قيمه هتقيسها هنا هتقيس ايه؟ هتقيس ال 1.5 فولت او الاي بي دوت، يبقى هنا 1.5 فولت. تمام. طيب نيجي للكيس اللي بعد كده. لو حضرتك يا باشمهندس حطيت هنا سلكه، ايه اللي هيحصل؟ الرايل دوت هيقيس ايه؟ هاي مش هيقيس حاجه، هيقيس فولت. الفولت على السلكه بكام؟ الفولت على السلكه دوت بس. الفولت على السلكه بكام؟ زيرو. بالاي بي يعني. يا غبي منك لو يا ال انا اسف احنا بنسجل يا باشمهندس منك لو طيب ماشي هشتمك لسه شاتب الاثنين اللي قبليك. بص يا سيدي، انا بجيب فولت على سلكه، بجيب فولت على سلكه. الفولت على السلكه بيساوي كام؟ السلكه مقاومتها بكام؟ السلكه مقاومتها كام؟ زيرو. يبقى الفي بتساوي كام على طول؟ هي زيرو. هي ايه؟ هي ايه بقى؟ زيرو. زيرو تمام كده. يبقى لما اجيب فولت على سلكه يبقى الفولت بيساوي صفر. دي مش محتاجه اي فقاقه يعني، مش محتاجه تفكير. تمام. في ايكوال اي في ار، الار بتاعت السلكه بيساوي صفر، يبقى الفي ايكوال كام على طول؟ ايكوال زيرو على طول. يبقى بالتالي لما تحط شورت سيركت هنا كده اللي هو ما فيش اي مقاومه، تمام، بالتالي الفولت بتاعك بيساوي صفر والمقاومه بيساوي صفر. صح ولا مش صح؟ اه تمام تمام. ايوه عرفنا دلوقتي نقيس حاجتين. نقيس لما ما يكونش في مقاومه يبقى البوينتر دوت واقف عند الفول سكيل ديفليكشن اللي هو يناظر الانفينيتي. لما يكون في شورت سيركت اللي هو ما فيش اي مقاومه بقى، حاطين سلكه في النص، يبقى البوينتر دوت هيقيس زيرو، يبقى واقف عند الزيرو سكيل ديفليكشن. تمام كده. انا الراجل دوت البوينتر ده بيتحرك على اساس فولت، بس انا حاطط فوق هنا ايه؟ انا حاطط فوق هنا مقاومه. تمام كده. يبقى السكيل بتاعنا ده سكيل مقاومات، لكن انت في الحقيقه البوينتر ده بيتحرك طبقا للفولتج بقى. طيب نيجي بقى هنا، عاوزين نمسح. نيجي بقى هنا، عاوز يا باشمهندس احط بقى المقاومه بتاعتي. لو احنا عندنا مقاومه، تمام، عندنا مقاومه، المقاومه دي بقى اهي ايا كان قيمتها بقى، دي المقاومه احنا عاوزين نحطها، اللي هي قيمتها اسمها مثلا سي ار اكس، دي اللي احنا عاوزين نقيسها. تمام. يبقى المقاومه دي اللي احنا عاوزين نقيسها اللي هي الار اكس. طيب قيمه الار اكس دي بكام بقى؟ ده اللي احنا عاوزين نشوفه. فقال لك اللي هيحصل ان الراجل ده هيقيس الفولت اللي هنا. طيب لما يجي يقيس الفولت اللي هو الفي اوت بقى، لكن الفي اوت يساوي التيار اللي هنا، دي الار اس والار اكس التيار اللي ماشي فيهم واحد، صح؟ ذا سيم. ليه؟ لان التيار اللي ماشي في الالكترونيك فولتميتر تندس تو زيرو، لان عارفين الانبوت امبيدنس الفولتميتر is very high زي ما احنا شرحنا من شويه، او equal infinity في الايدل كيس. يبقى بالتالي التيار اللي ماشي هنا بيساوي صفر، فبالتالي التيار اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا. لذلك دي بنسميها سيريز اوميتر، يعني الستاندر ريزيستنس سيريز مع unknown ريزيستنس. طب انا عشان اجيب الفي اوت بقى اللي هي في الحته دي، يبقى الفي اوت هيساوي كام؟ لكن الفي اوت بيساوي الاي بي اللي هو الفولت الانبوت مضروبة في المقاومة دي اللي هي ار اكس، على ار اكس زائد الار الستاندرد اللي هي هنسميها ار واحد مثلا، عشان يكون نفس المسميات بتاعة الفولتميتر بتاعه الرسمه بتاعتنا.
يبقى على ار واحد. طب باشمهندس احنا اسفين، هو مش في سكشن مايكرو يا جماعه؟ لا مفيش سكشن مايكرو يا جماعه، اصل احنا لنا سكشن مايكرو دلوقتي المفروض. هو ده جروب مايكرو ولا جروب ميجور؟ بعد حضرتك بعد السكشن ده في مايكرو عندنا؟ لا مفيش مايكرو. انا نزلت لكم فيديو امبارح يا باشمهندس، نزلت لك فيديو، الفيديو ده خاص بال بالمايكرو. مش محضرتك يا باشمهندس، مش محضرتك. ايوه هو مش معايا اساسا. اه مع باشمهندس السما. طب وانت داخل كده تعمل اي حاجه؟ انا لنا نعم فندم لنا باشمهندس السمر. اي ماشي، انا ماليش دعوه بالباشمهندس السمر دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في المايكرو اللي معايا والميجر اللي معايا. الميجر اللي معايا ده السيكونس اللي احنا شغالين بيه. المايكرو فيديو حضرتك على اليوتيوب برضو اللي بتاع المايكرو دلوقتي في معايا السكشن، يعني انا اقصد ان دلوقتي معايا السكشن. اه يعني انت عاوز تمشي يعني قصدك؟ ما اعرفش. ما طب خليك معايا ثانيه واحده، خليك معايا ثانيه. أنا مش وانس. اللي عاوز يستأذن يا شباب يستأذن. شباب انتوا معايا؟ ايوه يا باشمهندس. في ريكورد برضو لو حد عايز يحضر يبقى شايف الريكورد فعالي برضو. اللي عاوز يستأذن مفيش مشكلة يعني. تمام؟ وما فيش اتنس يا باشمهندس السكشن ده؟ لا انا قلت لكم مفيش اتنس السكشن ده، لان في طلب قالوا احنا فاهمين الكلام ده من الفيديوهات اللي حضرتك نزلتها. وعاوزين نقعد نذاكر، فقلت لهم براحتكم. طب خلاص، طب الريكورد بتاع السكشن ده او في فيديو للسكشن ده على اليوتيوب؟